واش كيبان لك بعض المرات بلي ولدك كانه مشى ليه السمع؟ واش كطلب منه يدير شي حاجه وما كيتفاعلش معك؟ واش كتسولو مره اخرى ولكن بصوت مرتفع ومره اخرى ما كاينش رد الفعل؟ انت مقلق من بعد هادشي وكتبدا تغوت ومع ذلك كيبقى مستمر في التجاهل. اذا كان هذا المشهد مألوف بالنسبه لك، واذا كان ولدك ما كيسمعش صوتك وانت كتوجه ليه كلام ولكن في نفس الوقت يقدر يسمع صوت البونبون في الجاره اخرى من الدار، فغير كون مرتاح حيت انت ماشي بوحدك. يمكن الوليد الصغير يكون غارق في شي نشاط لدرجه ان العالم حوله ما كيكونش باين ليه، اللي ماشي بالضروري يكون عيب. غادي يكون هذا الاستماع انتقائي مفيد جدا ليه ملي يمشي للمدرسه، ويكون خاصو يركز مع الاستاذ وهو وحده شي مشوش من المشوشات. ويمكن ان سبب تجاهل ولدك ليك حيت ما باغيش يدير داكشي اللي انت باغيه. ببساطه الوليدات الصغار ماشي ديما كيقبلوا تغيير الانشطه، في اغلب الاحيان كيبغيو يكملوا النشاط للاخر، ولكن اذا كنتي كتشك في انه كيتجاهل طلباتك حيت كيعاني من مشكله في السمع فضروري توجه للطبيب. طلب منه تكرار الطلب ديالك. مجرد يوقع الاتصال بالعين مع ولدك وتعطيه الطلب ديالك موجز وبصوت هادئ، طلب منه يعاود شنو قلتي. اذا ما نجحش عاود قول ليه الطلب ديالك. طبق قانون الجدات. دير في بالك انه وفقا لقانون الجده ولدك يقدر يدير داكشي اللي باغي هو بمجرد ما يكمل داكشي اللي طلبتي منه. مثال، يقدر يلعب بالبازل ديالو بمجرد انه يكون واجد للمدرسه. استعمل أداة سباق الساعة. ضبط الكرونومتر على وقت معقول وقول ليه يلا وريني نشوف واش تقدر تغلب الكرونومتر وانت كتحيد البيجامة. وغير يحيدها قول ليه. والسروال تقدر تحيدو حتى هو وتلبسو بالزربة بحال اللي حيدتي البيجامة، واستمر على هاد المنوال قطع اللي غادي يلبسها كلها. مزيان دير في بالك أن الطلبات البسيطة والقصيرة كتأمل بشكل أفضل. هنئو مرارا وتكرارا. يمكن لك ديما تهنئ ولدك في جميع الاوقات. قل على سبيل المثال شكرا حبيبي حيت كتبقى تشوف فيا ملي كندوي معاك، اولا قل ليه شكرا حيت كتسمع ليا، اولا تبارك الله عليك كتبدل حوايجك بسرعه. هذا النوع من التشجيع يغذي اهتمامه وكيدفعو لتلبيه طلباتك. ما تغضبش، حيت فاش كتغضب على ولدك وتغوت عليه ملي ما كيسمعش ليك ما كيعطيه حتى نتيجه، من غير انه كيخلق توتر في علاقتكم. ما تهدوش ملي تجاهل ولدك طلباتك تمرا، ما تقولش ليه اذا ما سمعتيش ليا الان وحالا غادي ناخذ الالعاب ديالك كلها ونرميها. غادي تخوفوا هاد الهضره بما فيه الكفايه باش تخليه يسمع ليك، ولكن ما غاديش تعلموا انه يولي يسمع ليك ويدير داكشي اللي كطلب. وزيد عليها انك غادي تكون بالنسبه ليه مثال سيء حيت غوتي وتعصبتي باش تحصل على شنو بغيتي، وبالتالي غادي يكرر هاد التصرف باش حتى هو يحصل على داكشي اللي باغي. دابا ندوزوا لقصه ماها اللي تعلمت الاستماع. سارة ماما تماها عيات من تجاهل بنتها ليها كل ما طلبت منها شي حاجة. حاولت انها تكون ايجابية في تعاملها مع بنتها وداتها للطبيب لربما يكون عندها مشكل في السمع، وهذا الشيء اللي نفاه الطبيب. ولكن في نهاية المطاف رجعت لداكشي اللي كانت هي نيت ماماها كتعامل معها به، اللي هو الغوات والضرب، وهذا الشيء اللي كانت رافضه وكتعيب على ماماها. ولكن مع ماها ما لقات كيف دير من غير هذا الحل باش تسمع ليها البنت. ذات صار الوقت الكافي للتفكير في هذه المشكله، فهمت من بعد مده ان ماها ما كتسمعش ليها حيت ما كتقدرش تدوز من نشاط الاخر بسهوله. فهمت انها فاش كتطلب منها تحط لي في يدها وتدوز لحاجه اخرى كتحرمها من الشعور بالانجاز او لا كومبليسمون اللي محتاجه ليه. والعجيب في الامر انها تفكرت انها هي بنفسها كان عندها نفس الشعور ملي كانت صغيره. تفكرت شحال ديال الغوات والجدال مع ماماها حيت كانت كضطرها تحط داكشي اللي في يدها باش تدوز دير داكشي اللي بغات ماماها، وكانت ديما كتكون فرحانه وحاسه بالرضا فاش كتسالي داكشي اللي كتبدا. دابا ملي فهمت سبب المشكل ديال ماها قدرات تحط استراتيجيه باش تعاونها. قررت انها تبقى تعلم ماها قبل ما تطلب منها اي حاجه عن طريق انها تقرب لها بلوط وتقول لها ماها عندك 5 دقائق بنتي وغادي تنوضي تحطي هادشي اللي في يديك باش تغسلي سنانك. انا غادي نحط حداك الكرونومتر، فاش تسالي 5 دقائق غادي خصك تنوضي. صافي طات الكرونومتر ومشات، وملي صونا رجعت لعندها وقالت لها ماها جا الوقت باش تحطي لي في يدك. يلا ها بنتي وريني نشوف واش تقدري تنوضي قبل ما نكمل الحساب الخمسه. 1 2 3 ماها نغطت بالزربه وحطات الكتاب مع الكتب الاخرى وغوتات. شفتي هانا ساليت قبل ما تسالي انت، كنت عارفه غادي نسالي قبل منك. شجعتها ماماها وقالت لها انا فخوره بك بنتي، دهشتيني بالسرعه اللي وجدتي بها، تبارك الله عليك. دابا حبيبه غسلي سنانك ونقدروا نكملوا القرايه ديال القصص قبل ما تنسي. شحال تبغي نقراو من وحده؟ 5 بغيت 5 ديال القصص، جاوبتها ماها. تبنات ساره وماها هاد الطقوس. عرفت ساره ان ماها محتاجه الوقت اكثر باش تنتقل من نشاط لاخر جديد، بلاص ما تطلب منها تبدل على الفور. قصص ماها سالت. نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في الحلقه المقبله.